كلنا حرون تمام الكجبل كتقدر كل حمري أجسمه جودة وسرد معدن تيتمرت شمالي لان برصاب كجبل كتقدر ماير كدقمة برعو يمسولين تشركة بحساء ذي جلير كبرعو إهكو أي لجو شاعي إن جودة هم بلجو حلي عبشون كمال مه جودة بيك سويري سبلشة برعو يكو أدنى قيمة هذه جلير كبرعو أجسمها جودة وسرد معدن تيتمرت شمالي لان محمد يوسف وهري مضاش كهالي أي شيء إن قيمة هالير كبر على إسقاف كرتة إن لقد يقول 0.63 وح عبشوين كا سلقوها أما بقوم يهم سنة قيمة هالير ك أو تدوينها الرجع قبل كتقدر أما الربرعو أي كعودين قيمة يسو إن يقالي هي بركي أنا الشركة دا وح بدنا نسلف أجنبي وح بدنا نسلف أجنبي وح نسلف جرناي إن أي الشركة دو معاميشا قيمه أي كسين شرتي إن أي تبيسو بقول كي بالله باتن قيمه أي كسين شرتي مركي هري إيه أها 79 كا إن أي بقول كي بالله باتن أي تبيسو إما كويحي كده بيان إن شاء الله أي قيمها شركة دو أي كسين دون تام ودين تدون لغة دون سيرو بنتي 63 وحكلو عن سرقة هذاني إن ما دام ودتك معاميشا أي شركة دا إن أيقونا عيسى أي شركة دو شركة ودانية أو مالقش سميسي إن قيمها كورنتا دا استعمالان إن أي سكب حيان بشي وحكلو عن سلقة رني إن أي شركة دو ودي برساناتو أدي جيدنا حقايتيسو dad kana waqtiyada adag iyo durufaha adag ee waqtiga maanta lagu jiro inay macaamilka marku durufaha adag inay u tiix galiso oo aanay layrka ama korontada si degdeg ah iyada laftigeeda aanay uga jirin waxa kale oo aan isla qaadanay shirkada waxaan guud ahaan in sharaaciga dalku in aanay layrka korontada qiimihiisa in aanay korno u qaadi karin hoosna u dhigi karin iyadoo ogolaanshiyaha wasaaradda tamarta iyo macdanta iyadoo wax ogolaanshiya iyaduna aanu ka haysan mas'uuliyadda korota gelinta ee guryaha waxa iskale oo kaliya mulkiilayaasha iyo dhismayaasha leh isla markaana cid kasta oo kareysta dhismayaasha sinaba uma farigelin karaan saacadaha iyo waxyaabaha cabirada ah si looga hortago in shirkadda amaba خلخل وكيبا دول عقاها وحياباها يدى لبتيكيدا لو غلب حصدو ما رأيها شركة دلائر كبرعي هيكو خدر جبرل ايا دنكي سبالان قادي ان ادقن قلين دونان هشيس كني عاد بانو هم بليينن دي مارتي سفكارت كان لغا قاري عبتكي قار كسو بحيي قار كميدة ددوينه اناقونا مروالبا وحانو لدرين هاي او آنو بلشدا درين كيدن هاي انان اوه رادنو ان كورنطو runti la isku halayn karo oo joogta 24 hours joogta isla markaana amaana oo bad qabta isla markaana ay dadku helaan intii awooda qiimo macquula ay ku helaan ayaan mar walba maalgelinteeda iyo shaqadeedu ay tahay sida wasaaraduba aanu uga wada socono marka runtii aad iyo aad baan guud ahaan soo dhaweynay arintan مارك دقمة برعو محمد يوسف عبد الرحمن برادية برصاب كقوبل كتقدر حمسة محمد عبدي أي يقول التلمامي مهمة دو هشيس كان إلي هاي آدي آدي آد بانو وغفر حصلنا هاي أن هشيس كان ما أنت هالكن كرد عاي قوب توقنا كأهين مرك غار كون الدان وحسك الدفاعي إنه يدد كالليرك اللي جاي يبيني العقل لغا غاديان كمدح وحان سلاي هاي 20% إن لدايو وشيء آدي آد مهم وفي عن هاي الشركة دي نوي دي داشي سيدا رمتو يا آد بيو دي داشي ووي أودغ النقلاتي مضح إيا من شباء هاو شاعي ديك الأحدث إن إن بغندت لأوقوق لنا له ومدو أي هوسو إيغان واختيادة أولي آدي آد مارتي وحساسي قاه ومدو أي باحنطة waanu maanta qeynaa sida ay nooga ajiibeen halkan waxa martii noogu ahaa ayaamihii loogu dambeeyay oo hawl u jimi ku saabsan shirkadda heeko ee leerkeena siisa iyo gobolka togdheer wafti uu hogaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta kadib markii ay soo baxday waxooga hadal oo ku saabsan leerka iyo nidaamkiisa iyo shirkadda iyo macaamiisheeda hadalkaas oo runtii wanaagsan haddii hadal yimaado in la soo afjaro dhammaanteen waxaan isugu nimi in solution ama xal
waaxsan oo waara oo wax ku oola aynu ka gaarno arinta layrka birihan soo noqonaysay jaamac Saleeban Umar Bulsha TV magaalada Burco.